الوحيدة الذي كانت له البصمة في مجالات العلوم مولانا أبو بكر الرازي ومحمد بن نجيب وابن إسحاق الجندي والبيومي وغيرهم الكثير. كانت لنا بصمة واضحة في الطب والفلسفة والفلك والفيزياء وشتى العلوم. يشهد لنا بهذا جميع العالم والغرب، ونحن اليوم نرى أحفادنا من المسلمين كيف يحاولون التعرض إلى بعض التجارب العلمية التي تحوي تفسيرا علميا يناسب آمالهم. دعونا ننتقل للعالم الصغير لنستمع لما تحويه جعبته من أفكار. في طفولتي كثيرا ما أدركني المصباح علاء الدين السحري، وأثار حيرتي كيف يمكن أن يخرج من هذا الشيء الصغير مارد جبار يستطيع أن يحقق أمنيات تبدو للإنسان العادي قربا من المستحيل. لطالما تساءلت عما يرددونه عن هذا المصباح، أو وهم أم حقيقة، إلا أني اكتشفت فيما بعد أن العلم هو هذا المصباح الخارق الذي بفضله تغيرت طريقة حياتنا وعلم تفكيرنا بشكل مضيء إلى حد تبدو معه إنجازات العلماء وتعلم معجزات تمكنت البشرية من تحقيقها. إنها الكيمياء إذن، لكنها الآن شاءت رداء جديدة ولغة جديدة ورؤية باهظة للجديد وعميقة السر. لذلك اجتمعنا نحن والماء الصغار في مشروعنا مختبر الأذكياء جينيس لاب لإطلاع على معارف الجنة. زئات كربونات الصوديوم وزئات بخار المعدن، زئات غاز ثاني أكسيد الكربون، بينما زئات تجعل حرق السكر بخار معدن ثاني أكسيد الكربون. أما العمود الأسود المنتبه الذي سيظهر أمامكم فهو عبارة عن كربونات مع جزيئات كن فضولياً وأكثر السؤال، كن فضولياً
ستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش وعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها. اسأل اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا فضوليا. أسعد أجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر، وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. جيل يستفسر يسأل، هو جيل يستفسر. الآن نأتي لآخر تقييم في الصفوف، وهو الأيقونة الإبداع كما اعتبرتها اللجنة، وخرجوها من المراتب لصف ثالث ألف. وانظر فكك أشياء وركبها، لماذا وكيف وماذا.